عليكم ورحمة الله. اليوم سنشرح لكم كيفية تحميل تطبيقات المدفوعة من بلاي ستور سوق بلاي. أولا سندخل إلى بلاي ستور ثم نبحث عن المتجر المجاني. سنقوم بتحميل التطبيق. سبق لي أن حملته. سنقوم بفتح التطبيق هكذا. هذا هو حال التطبيق. سنذهب إلى بلاي ستور الآن. سنبحث عن التطبيقات. نزل هذا التطبيق. هذا هو التطبيق. التطبيق يساوي 4 دولارات. سنقوم بهذا المشاركة. سنذهب إلى بلاي ستور. ثم نضغط على داونلود. أخيرا تم تحميل التطبيق. السلام عليكم ورحمة الله.